أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر عام 2024. وحنتابع خلال جولة اليوم المعارك الميدانية والقصف الجوي في الفاشر وسنار. اليوم تم تدوين معظم أحياء الفاشر، الأحياء الشمالية اللي هو حي الصحافة وأبشوق الهلة. دخول اتفاقية عنتبي الخاص بتقسيم حصص مياه نهر النيل، حيز التنفيذ وتداعياته. المسار الذي تسير فيه اتفاقية عنتبي مستقل تماما عن الأحداث داخل السودان. انعكاسات قرار قوات الدعم السريع بمنع الصادر إلى جمهورية مصر العربية. هذا القرار نحن كمواطنين بمسنا وبمس كل الشعب السوداني، ونحن بنوافق هذا القرار. وكذلك هنتابع فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة بالمعارك والقصف الجوي اليوم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث تواصل القصف المدفعي لقوات الدعم السريع لمدينة الفاشر صباح اليوم، مما أوقع عدد من القتلى والإصابات وسط المدنيين، كما قصف سلاح الطيران الحكومي مواقع تمركزات قوات الدعم السريع شرق المدينة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة أحد الشهود في المدينة للجولة. اليوم تم تدوين معظم أحياء الفاشر، الأحياء الشمالية اللي هو حي الصحافة وأبشوق الهلة، وأيضا في الناحية الجنوبية تدوين سوق المواشي، وهناك إصابات متفاوتة وهناك وفيات، ولكن حتى الآن لم تجرى الحصر لمعرفة كمية الإصابات والوفيات. التدوين كانت تقريبا قبل ساعة ونصف من الآن، ولا وجود لاشتباكات مباشرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السري. أيضا هناك خصف للطيران في تمام الساعة 10 صباحا تجاه تجمع مليشيا الدعم السري شرق الفاشر. وفي نفس سياق المعارك والقصف الجوي، ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي لسلاح الطيران الحكومي على مدينة أبو حجار بولاية سنار إلى عشرات القتلى والجرحى، بينهم أشخاص كانوا في صيوان للعزاء. للمزيد حول الحادثة نبقى مع إفادة أحد مواطني المنطقة للجولة. الناس بقت تخاف من التجمع لأنه بيضرب الناس، لكن حاجة مؤسفة يعني أصل الضحايا أكثر من 200 من قتيل وحتات متعددة، ضرب في أبو حجار المدينة وضرب في غورة حولها، يعني أبو حجار وسيرو وقرية وحور اللبدة والسدرات دي كلهم ضربوا. الضربة كانت في حتة بتاعت عزة ودي عسرة هنا وتاني السوق، يعني ضرب حتات كثيرة في أبو حجار وعشوائي، كلهم عزل مدنيين عزل ما عندهم حاجة. أمس الساعة 2 وشوية ما بيجيبوا من المستشفى طبعا، يعني ما في حاجة، شفت الدم السائل ده، حاجة فظيعة فظيعة جدا. لا يزال سلطات الاستخبارات بمدينة شندي بولاية نهر النيل تعتقل 10 أشخاص من أبناء جبال النوبة قادمين من منطقة العزبة بالخرطوم بحري، وكانت السلطات قد أطلقت 14 آخرين يوم الأحد بعد تعرضهم للضرب والإهانة على يد المستنفرين والأجهزة الأمنية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع أحد القيادات الإدارية في ولاية نهر النيل. والله أطلقوا صراحهم طبعا، هم زي 17 نفر أطلقوا صراحة زي 14 نفر، في 2 دول طبعا بيقول في حواليهم شبهات يعني جوية إنه يتعاملوا بشكل أو بآخر مع الناس ذيل، لكن إحنا تواصلنا مع الناس ذيل إنه طبعا أصلا لعلهم جوزاته من حتة شوية صعبة اللي هو طبعا ساكنين في العزبة بتاعة البحري، يعني والمنطقة دي طبعا من بدري مسيطرين على السيطرة كاملة، وطبعا مستحمين من المنطقة دي من نتل المناطق الكان طبعا لهم، هم بيقولوا بيعملوا خراب وشفشفة وكلام بيقولوا على الأساس ده، هم بيقولوا يا أخي هم الناس الطريقة اللي دخلوا بها عشان دي يعني ما دخلوا بطرق الرئيسية اللي بيخشوا الناس، دول خدمة خشوا بعض الجنائم في جندي، يمكن دي الشبهات اللي خلاهم مثلا أو دي الحاجات اللي خلاهم مثلا بيقولوا في الحتة بتاعت الشبهات. المسألة إنه لقون هناك ما تعرف إنه نجيب وين، المعلومات دي متضاربه ما كلهم تغلون من حته واحده، دي المعلومات اللي اصلوا لجينا طبعا من بعض اولادنا الموجودين، يعني في جزء منهم تغلون في الموري، جزء منهم بعض المناطق بتاع الجناين اللي كانوا شغالين، ولا ده الكلام اللي احنا لقيناه، لكن في النهايه انه صراحه انه
الحملة دي كلها الناس دي هم بيقولوا هم نبرية يعني ما عندنا علاقة حتى وبين المكان هناك. ليه الناس الموجودين هذه الخلطهم لظروفهم يعني الأساس ده ما يتلقى ما يمكن ال 14 نفر اللي فكون البارح ما يتلقى يعني معلومات. وبرضه يمكن الحملة ذات الحملة الكبيرة اللي اتعملت برضه يمكن تسلط الضوء عليهم برضه يمكن يكون له تأثير على إنه يفكون برضه لأنه بعد الحملة دي وانكسر التحري شوية. ومهم لدينا الحكي هم موجودين ما فكون لحد إيش هذا بشير متواصل المام. أنا موجود في الدامر لكن على تواصل مع عندي من دي حدنا في شندي يا أخي بمشي يشوف بعد ما فكوا ذلك يشوف الحاطي شنو. أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاق الإطاري لدول حوض نهر النيل اتفاق أنتبي حيز التنفيذ يوم الأحد. وأكد وزير المياه الأثيوبي في تصريحات صحفية أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد النهر بشكل دائم، لكن السودان ومصر قالوا أن الاتفاقية غير ملزمة بالنسبة لهما لتعارضها مع مبادئ القانون الدولي. جولة السودان اليوم اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان مرغني وطلبنا منه إيضاح طبيعة الاتفاقية. طيب يعني أنا أعتقد من حيث المبدأ يجب أن نؤمن بأن المسار الذي تسير فيه اتفاقية عين تبي مستقل تماما عن الأحداث داخل السودان، ومن الصعوبة بمكان أن تكون هناك فرصة للربط بين المسارين من زاوية الارتباط بين الدول ودعم بعض الأطراف الداخلية في السودان على خلفيات الاتفاق الإطاري لعين تبي. فالسبب الرئيسي الأول في شكل عنوان واحد أن الاتفاقية الإطارية لعين تبي هي يعني مسار استراتيجي وليس تكتيكي. الحرب في السودان هي الارتباط بها أو التعامل معها من دول الجوار أو غيرها هو مسألة تكتيكية وليست استراتيجية. الاتفاقية هي تضع أو يعني تغير ملامح الشرق أفريقيا ووسط أفريقيا بصورة ذات بعد استراتيجي أكثر منه تكتيكي. وأنا أعتقد أنها يعني الآن طبعا هي البداية الآن بدأ تنفيذ الاتفاقية بعد 60 يوم من توقيع دولة جنوب السودان باعتبار أنها كملت النصاب القانوني المطلوب للاتفاقية وهو عدد 6 دول من أصل 11 دولة في الاتفاق الإطاري لعين تبي. الذي أتوقعه الآن أنه ستنشأ ما يشبه الرابطة بين الدول التي وقعت الاتفاقية 6 دول والدول الأخرى. هو دول الآن لم تصادق، طبعا هي وقعت وصادقت لكن هناك دول وقعت ولم تصادق مثل كينيا، وبقية الدول كلها التي وقعت أو لم تصادق حتى الآن إضافة للدول التي وقعت وصادقت ستشكل ما يشبه الحلف. هذا الحلف يتعدى تماما مياه النيل، سيدخل في مجالات لها ارتباط بالسياسة، لها ارتباط بالأوضاع الجيوبوليتيكية للدول حوض النيل، وله ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية أيضا يعني ذات علاقة لها أبعاد اقتصادية. فالآن يبدو الشكل كما لو كانت كل هذه الدول 9 دول هي في كفة في مواجهة كفة أخرى تتكون من مصر والسودان باعتبار أن مصر والسودان اتخذتا يعني موقفا موحدا من الاتفاقية منذ أن بدأت الفكرة في عام 1999. فسيتكون ما يشبه الحلف في مواجهة مصر والسودان إلا إذا استطاعت الدولتان مصر والسودان أن تعيد التموضع بصورة تجعلهما قادرتين على الارتباط بدل المواجهة. يعني نحن الآن في مفترق طرق، إما المواجهة أو الارتباط engagement مع هذه المنظومة أو مواجهة هذه المنظومة. فإذا قررت الدولتان المواجهة هنا ستكون هناك عزلة من جانب هذه الدول وتستطيع أن تؤثر على كثير من الأوضاع المرتبطة بين مجموعة هذه الدول في شرق ووسط أفريقيا وشمال أفريقيا طبعا باعتبار مصر. لكن إذا استطاعت الدولتان مصر والسودان استيعاب الواقع باعتبار أنه لن يتغير، خاصة أنه أخذ بعد دولي، يعني الاتفاقية لم تعد اتفاقية إقليمية لدول حوض النيل
لأنها وجدت دعم من البنك الدولي ومول بعض مشروعات هذه الاتفاقية بصورة مسبقة خلال السنوات الماضية، مما جعل منها أمر واقع من الصعوبة بمكان تجاوزه. فإذا الأمر يتوقف بصورة كاملة على الطريقة التي تتعامل بها مصر والسودان مع هذا الوضع الجديد الذي في تقديري يفرض عليهما التعاون والارتباط به بصورة تجعلهما، لأنه هما الأكثر تأثيرا والأكثر قدرة على التأثير في أوضاع هذه المنظومة بدلا من مواجهة هذه الدول. المستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار، آن الأوان لنقف معا ونساند السودان. ساند السودان لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة. ساند السودان أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات. ساند السودان لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام. ساند السودان 4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد. ساند السودان لوقف الحرب وإحلال السلام. ساند السودان حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان. ساند السودان حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم. منتدى الإعلام السوداني هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة. شارك معنا في الحملة بالنشر والتوزيع والمساندة من أجل نجدة وعون شعب السودان. ساندوا السودان. مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. على خلفية قرار قوات الدعم السري بإيقاف الصادرات إلى جمهورية مصر، أثار القرار جدلا واسعا وسط المواطنين والتجار، وطرح راديو دبنجة سؤالا مفتوح حول القرار، وجاء أغلب الردود بالموافقة على القرار. نتابع مع بعض جزء من الردود الوردتنا. هذا القرار نحن كمواطنين بمسنا وبمس كل الشعب السوداني، ونحن بنوافق هذا القرار حتى لو كان الدعم السري هو لو ما كان عمل الفعل ده. الشعب السوداني قبل ما الدعم السري يعمل كان في فترة حمدوك وكان ينادي بأنه طريق مصر لازم تتقفل وكل موارد السودان لأنه ذاهب إلى الخارج عن طريق مصر. فهذا القرار نحن نعيده تعييد 100%، وهذا القرار قرار جيد جدا جدا، وانه حتى لو الحرب دي وقفت نحن القرار ده لازم تكون في الموضع، يعني نحن لازم جامع السودان دي يعرف مصير امواله ومقدراته ذاهب الى اين عشان ما نحن نستفيد. يعني شوف في خلال 3 ايام فقط اكثر من 200 ولا 300 عربه محمله بالمواد التموينيه والمواشي والبغوليات، يعني حاجات ذات الواحد ما تتخيلها ذاته كله. يعني ده قرار والله بعد الحرب ذات الناس لازم تتخذ أي حكومة جاي لازم تتخذ هذا القرار. فمصر ده نحن الشعب السوداني عنده معه مواقف كثيرة جدا جدا، مصر داعم كل الانقلابات اللي حصلت في السودان، مصر داعم هذه الانقلابات، فنحن في النهاية ما مستفيدين منه، ونحن نشكره إنه استضافوا كل النازحين في دولتهم، يعني لكن فعلهم أسوأ أكثر من استضافتهم. يعني شكرا لكم جزيلا، أنا أخوكم موسى آدم أحمد من دولة جنوب السودان جوبا. بالنسبة لموضوع السيارات المحجوزة في من قبل قوات الدعم السريع واللي شايلة معها كمية من المواد الصادرة اللي أصلا كان بتمشي لمصر ولعشرات السنين بحماية الدولة دون أي مقابل محسوس، فإيقافها قرار صائب إلى أن يرى الناس شو المفروض يحصل فيه. بالنسبة للقرار الذي فرضته قوات الدعم السريع لمنع السلع الصادرة المتجهة من مناطق سيطرتها إلى مصر، أنا في رأيي هذا القرار هو تأخر كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، وأنا أقول أن هذا القرار قد جاء في الوقت المناسب الآن، وقته يعني هذا هو الوقت المناسب له. نحن كشعب قد عانينا كثيرا من هذه الدويلة التي نهبت ثرواتنا وخيراتنا، وما كنا لنعلم أو إن كنا نعلم ذلك في السابق إلا أننا يعني لم نجد
يعني حكومة راشدة أو قيادة راشدة تستطيع يعني سيطرتها وتحكمها على الصادر والوارد، وما كنا نستفيد من بلاد من ثروات بلادنا، فكلها كانت منهوبة عبر هذه الدويلة كويس. ولكن الآن جاءت القيادة الرشيدة والتي نفتكر أنها تستطيع سيطرتها على هذه الموارد بطريقة أكثر تحكما وأكثر سيطرة منذ استغلال السودان وإلى هذه اللحظة. الأجدر والجدير في هذه المسألة أننا لم نكن نعرف أننا كنا يعني مسيطرين من أو يعني مستعمرين من قبل هذه الدولة. يعني هذه النقطة بيّنت لنا مدى تحكم ومدى استعمار مصر للشعب السوداني ولثروات الشعب السوداني. يعني بيّنت ظهر لنا جليا من خلال هذا القرار أن مصر هي التي كانت تستعمرنا استعمارا خفيا، وأن مصر هي التي كانت تضعف وتسيطر على اقتصاد السودان. نعم، فنحن نؤيد هذه القرارات ونؤيد مثل هذه القرارات التي يعني تمنع نهب ثرواتنا السودانية. أنا مداخلتي بخصوص إيقاف الشاحنات أو وصول الشاحنات إلى جمهورية مصر، فبجد هو القرار ده مفروض يجي من بدري، ما يجي من يعني جنجويد. فأنا بشوفهم هم مجرد يعني كائنات المفروض ما يكون لهم قرار، لكن زي ما بيقولوا إن السودان بلد الأشياء والأوهام، فكل شيء فيه وارد وكل شيء فيه طبيعي. فللعموم أنا بحب ألخص يعني في نقطتين مع كثير. مبدئياً الشيء ده المفروض يتحمله يعني الحكومة في السودان، ويتحمل دي كل المسؤولية. يعني حتى ما يعني ما في ما في ما في ما في تبادل تجاري كده حقيقي بين السودان ومصر اطلاقا، ما في يعني كل شيء بيتحرب لمصر، كل شيء بيمشي لمصر بشكل رسمي، ما في جهة كده مسؤول منه، ما في جهة كده قادر يقنن، ما في جهة قادر يشوف حلول او يشوف حاجة. حتى الحكومة في السودان ما كانت مراية الحتة دي خالص. وبجد يعني القرار كده هو يعني نوعا ما هو كويس بالنسبة للشعب السوداني، كويس بالنسبة 100% للشعب السوداني، إنه ما يجي مسكرات يعني منتجاته وحاجاته بشكل ما طبيعي أو بشكل ما مقنن. وكون القرار ده يجي من جنجويد فأمره موسف جدا، وأمره كده محرج بالنسبة للحكومة السودانية. للأسف ما في حكومة سودانية منذ 15 أبريل. فعلى العموم النقطة الثانية يعني يبقى الناس يعني تحط الكلام ده في عين الاعتبار. يعني احنا هنا الدعم السريع فعلا هو اخفق وهو عمل هو عمل هو تمام، بس القرار اللي هو قام بيه والقرار نوعا ما له اهميه. المفروض الشعب يركز يعني حتى في النقاط دي، ويكون في محاور اساسيه بعد كده الحكومه تمشي بها، انه ما يكون في يعني تصدير يعني بشكل غير مقنن. حتى الجهات بتصدر ما مشكله تكون بشكل رسمي مسجل في الدوله، عشان نعرف ان احنا مثلا في حاجه كده وصلت مصر. فاشقان المصريين هم يعني من خروجهم من السودان، فما هما كان خروج تام، فبل كانوا هم بيلعبوا في السودان او معتبرين السودان هو الحديقه الخلفيه بالنسبه للدوله المصريه. وتاني حاجة، هي محتلة، الدولة المصرية محتلة أراضي سودانية بالواضح وبالعلن، وتم إغراق مدينة حلفة، المدينة الأثرية المفترض هي تجد ناطح الدولة المصرية. فأفضل قرار يعني نحن شايفينه إنه منع صادرات الموارد أو الثروة الحيوانية وغيرها من ثروات الذهب والموارد الزراعية، ده أفضل قرار تم أخذه من قبل قوات الدعم السريع. وده هو أصلا الحاجة اللي عملها كان الثوار في ترس الشمال أو ترس الحماداب، إنه ترسوا 3 أو 4 دروس رفضا لتصدير الثروة السودانية إلى دولة مصر. فالدولة المصرية هي ما دايرة يعني خير للدولة السودان، وما دايرة تكون في تناقل سليم للسلطة، وما دايرة يكون في يعني
قانون أو تكون في دولة واضحة في السودان. وحتى الآن مصر هي الدولة الوحيدة الواقفة في السلام، إنما دار السلام يحصل حقيقي في أرض الواقع، وتتم بناء دولة وجيش موحد من كل السودان، لأنه أول ما يتم الحاجة دي حيقطع على حاجات كثيرة، وهي الكلام ده ما دايره. ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود لبرنامجنا. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان. لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا وبوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الأفاضل في جولة السودان اليوم، والآن نبقى مع فقرة الترند والتحقق، يقدمها زميل عباس محمد. إيمان أبو زيد، تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة خبر اختيار الطبيبة السودانية إيمان أبو زيد ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم للعام 2024، والتي تصدرها سنويا مجلة تايم الأمريكية. ومجلة تايم الأمريكية تعتبر واحدة من أكبر المجلات انتشارا في العالم، وسبق لمجلة فوربيس الأمريكية المعروفة والمتخصصة في مجال الأعمال والاقتصاد أن اختارت الدكتورة إيمان أبو زيد ضمن قائمة أفضل رواد أعمال في العالم للعام 2023. دكتورة إيمان أبو زيد هي أحد مؤسسي والرئيس التنفيذي لشركة Incredible Health، وهي منصة إلكترونية متخصصة في توظيف العاملين في مجالات الرعاية الصحية، وتنشط في مساعدة المهنيين في قطاع الرعاية الصحية على الحصول على فرص العمل في مؤسسات الرعاية الصحية. اتأسست الشركة في عام 2017، وتقدر قيمتها السوقية حاليا بحوالي 1.65 مليار دولار. إيمان حاصلة على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة لندن، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. في تزامن مع إعلان قائمة مجلة تايم، أعادت منصات التداول الاجتماعي تداول مقطع فيديو قصير مدته 3 دقائق كان قد نشر على موقع الإمارات تحب السودان قبل أكثر من عام، يتداول سيرة الدكتورة إيمان أبو زيد باعتبارها دليل إضافي على قدرة السودانيين متى ما توفرت لهم البيئة المناسبة في تحقيق إنجازات ونجاحات لن يتمكنوا من تحقيقها في بلادهم السودان. ومن المؤكد أن ظروف الحرب الحالية والدمار الذي طال البنايات الأساسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تجعل السودانيين يحتفون بمثل هذه النجاحات التي يحققها أبناء وطنهم في الخارج، على أمل أن تتوقف الحرب ويعود الجميع متكاتفين لإعادة بناء سودان يليق بالتضحيات التي قدمها أبنائه. لا للحرب، السودانيين يستحقون السلام. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. مضلل منع الصادرات إلى مصر. في إطار التصعيد الإعلامي الذي تقوده قوات الدعم السريع ضد مصر بعد اتهامها بالمشاركة في الحرب إلى جانب الجيش السوداني عبر توجيه ضربات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها منصة تيك توك مقطع فيديو مدته 48 ثانية يصور صفوف طويلة من الشاحنات المتوقفة عن الحركة على أحد طرق المرور السريع. وفي التعليق المصاحب لمقطع الفيديو
يصف الشخص مجهول الهوية أوضاع سائقي الشاحنات بالصعبة بعد أن أوقفت قوات الدعم السريع هذه الشاحنات ومنعتها من التوجه إلى مصر تطبيقا لقرارها بمنع تصدير عدد من السلع والمعادن التي تنتج في السودان إلى مصر. فريق دبنجة للتحقق راجع مقطع الفيديو والذي اتضح أنه مقطع يعود إلى شهر فبراير 2022. في تلك الفترة تراصت الشاحنات في منطقة حفير مشو الغريبة من دنقرة بعد أن قامت بعض لجان المقاومة في الولاية الشمالية بإغلاق الطريق البري المؤدي إلى مصر ضمن حملتها لمقاومة الانقلاب العسكري الذي نفذته قوات الجيش وقوات الدعم السريع بالمشاركة في 25 أكتوبر 2021 ضد الحكومة المدنية للفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. ومن المهم الإشارة إلى أن الولاية الشمالية خالية تماما من الدعم السريع، ما يعني أنها ليست قادرة على إغلاق الطريق البري المسفلت الرابط بين السودان ومصر. كما إن حركات الشاحنات تمثل مصدر دخل كبير للقيادات الميدانية لقوات الدعم السريع الذين يفرضون رسوما باهظة على عبور الشاحنات مما يصعب أمر تطبيق هذا القرار. أخيرا هناك طريقان يمكن لقوات الدعم السريع أن تغلقهما لمنع نقل الصادرات إلى مصر، وهما الطريق الذي يربط بين الأسواق الرئيسية في ولاية كردفان من مدينة الدبة في الولاية الشمالية ومن ثم يتجه شمالا إلى مصر، وطريق الدرب 40 الذي يربط ولايات دارفور بمصر مباشرة عبر الصحراء بالنظر لسيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في الولايات. وبكذا نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين المستمعين الأعزاء. بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر عام 2024. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.